خد يلا. مساء الخير من المؤسسة اللبنانية للإرسال، مباشرة معكم وليد عبود. نستقبل اليوم ضيوف كثيرين لنتكلم عن الوضع السياسي في لبنان. مباشرة من سوريا معنا بشار الأسد. ماذا آخر ما لديكم؟ سنقوم بسحب قواتنا المتمركزة في الجنوب إلى الحدود السورية اللبنانية ومن ثم إلى داخل دمشق. شكرا شكرا لك. أماسن المعارضة السورية إذا فازت في الانتخابات، وهي حتما لن تفوز، سوف يصبح وليد المعلم بنيامين نتنياهو. البطريرك صفر. أولئك الطغاة لا يريدون الخير للبنان، إنما هم سفراء إيران وسوريا. كبانة. وإننا وتضامنا مع المملكة العربية السعودية نعلن نهار غد الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، عاده الله على المسلمين جميعا بالصحة والعافية، ثم إياك يا شارون والمس بالمملكة العربية السعودية. طيب عون. ومين هيدا اللي عم يحكي هيك؟ وخينا بعلم على سرميتي، ما هذا يعلم علينا بالحرية والسيرة؟ كفى عون. وإذا بده لا يمكن حدا يحكيني بالنظام، لا يمكن. بس عدوان غزة ذريحة، غزة قوية إسلام ومسيحية، وإذا وقعت يا غزة بلموك الأوبجية. طيب سليمان فرنجية. أنا اليوم خليني أقول لك شغلة، إنه هيدا سعد الحريرة طعينة في زيتها. من في بعض جملات لحود 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 مبارحة على تلفزيون المستقبل فيوتشر شفنا سمير الجحشة عم بيطالب بغسل معاوني. أنا لما كنت بالجيش هالزلمة قتل رئيس وزراء، حرام. معليش معليش